السلام عليكم أصدقاء قناة عالم فيديوهات القصيرة. جانا لكم فيديو جديد اليوم، جايبكم أصدقائي قصص من جيبي أو من الكيس. بعض اليوتيوبرية يقولوا من الكيس، يعني قصص، يعني شو نقول، تأليف من عندي. فنبدأ أول قصة أصدقائي، يعني مو قصة روميو وجولييت وهالسوالف، لا، قصص كوميدية أو قصص غريبة مثلا نقدر نقولهن. فأول قصة أصدقائي، في يوم واحد يوتيوبر مشهور، ها، هذا اليوتيوبر أصدقائي عنده واي مشتركين، ملايين المشتركين، ها، طبعا مو حقيقية السالفة، يعني مخابي بالكم يوتيوبر موجود بالحقيقة هيك، لا لا، هيك بجد قصة من الكيس، ها. فهذا اليوتيوبر أصدقائي واحد من الفان مات دل بيتهم، ها، وبعد تورط ذاك، ها، فديوم عابر على بيتهم ويدي بوقه الفان، يعني مو الفان يعني مروحة، لا لا، أقصد الفان يعني المتابع مالته، ها، عبر على بيته وأثناء ما ذاك تاب للتواليت وقاعد يسوي يزرب فهذا طق له صوره ونزل بالانترنت، مثل الانستغرام واذني، فالناس، واحد من المتابعين مالته كتب هاش قد عيب يسويها بالتواليت، قال عاد وين اسوي بالعمار فوق البيتونه شنو مزونه اني. فديوم اصدقائي ملك كلش ظالم، هذا الملك حق المظالم عنده حصان، وهذا الحصان هم ما يفتر على الرعية مالته، لازم يسجدون الحصان، يعني هيك الظالم. فاليوم جابوا له واحد ترى من على الرعية مالتك، ترى هذا ما تجد الحصان، ها، وقال سيادة الملك بروح امي سجدت اني، قال لا انت ما اصدق بك، انت ما سجدت الحصان، فهذا لك عدمك، ها، وبيديه، بس لك طلب اخير، عشان هو طالع قدام جماعته خوش انسان هو، ها. فقال سيادة الملك اهفك بوري، يعني اضربك بوري، مو بوري يعني قشمر عليك، لا لا، بوري يعني حقيقة يضربه به. فهذا قبل، لان هو طلب الاخير يعني قبل ما يموت، فشال هذا البوري وضربه للملك، والملك 6 أشهر بالفراش قعد فاقد الذاكرة، يعني مو نهائيين. فقالوا له، قال هذا الحاشم مالته، قال له ها سيدي، قال له شنو اخر شيء، قال هذا اللي ما سجد الحصان. فهذا نسى انه ما محقق له امنيته، فقام يجي يضربه، قال لك طلب اخير، قال سيادة، مو قال سيادة الملك هفك بوري، قال انت مو حلفت روح ابوك سجد. واحد سالو شو تتمنى؟ مليون صديق، طبعا باليوتيوب سويته بس يعجبني اسويها بقناتي، قال مليون صديق لو مليون دولار، قال لا اتمنى مليون صديق مخلص، قال ايش معنى مختارت الفلوس؟ قال اطلب من كل واحد من عندهم 5 دولار، وبهالحاله احصل 5 مليون دولار، واجي شو اسوي؟ ارشح بالبرلمان، وذول انا عندي مليون صديق، مليون شخص ينتخبني، ها، واقدم على الرئاسه، وهاي الفلوس مالتي تدعمني بالحمله هاي. فعشان تفكير هذا. هاي نكته اصدقائي كلش حلوه تضحك، اقطعت انتم ما سامعيها. يقول فد يوم واحد كل الناس تطلبه، هو عنده عربانه مال باقله، فهاي فد يوم براس الشهر البقال يطلبه، او اللحم، ابو الصمون، ابو كلهم يطلبوه، فكل واحد قال اطلبك 50,000 اطلبك 10,000، ايش لامهم هسه؟ هو استوى مستلم راتب مالته، عنده راتب 400 هيجي، ف هو يشتري بين بلنجو، يعني عرق ويشرب بين نبيذ يعني ويشرب بين، ها. ف جاء واحد صديقه عنده محل مال كهربائيات، شويه حالته زينه، ها، فقال له ليش يطلبوا؟ كل واحد دفع له الدين مالته، طلبوا الخباز، طلبوا ابو اللحم، ابو الخضر، هاي كلهم راحوا، ها. قال له بعد عوف الشرب ما شنو؟ قال ايه عادي، هذا بس راح مطلع شروب، شاف بزونه قالت له 100، وقال حسابك عيد ابو جاسم. يعني عباله اول البزونه بالطلبه. هاي اصدقائي، ما اريد اطول عليكم فيديو، هاي كل عندنا اصدقائي، اشتركوا بقناه وفعلوا الجرس، كل جديد.